تقديم الدعم الكامل لقطاع الصناعات التقليدية ومرافقة الحرفيين لتشجيعهم على رفع مستوى ونوعية منتجاتهم التقليدية قصد تصديرها وتسويقها بالخارج، والبرنامج الذي تحكف على تحقيقه الحكومة حسب تصريحات وزير السياحة والصناعات التقليدية. القطاع يبذل قصارى جهوده من أجل الارتقاء بالصناعة التقليدية الجزائرية، هذه الصناعة التي تعرف رواجا كبيرا في المجتمعات بصفة عامة وخاصة في المجتمع الجزائري، نحو ما يتمناه المواطن الجزائري وما يتمناه الزبون الأجنبي منا من خدمات يجب أن ترقى إلى مصافي الخدمات الدولية بصفة عامة. نقص التموين بالمواد الأولية وعراقيل إدارية تعيق رفع الحرفيين لمستوى إنتاجهم وتصديره بعد ذلك. العراقيل قانونية أسوأ على مستوى الجمارك، أسوأ على مستوى البنوك، سواء على مستوى جميع السلاسه، ما كانش في التعامل سلاسه. كاين حرفيين يعني كيما انا متخوف باش نقدم، كيف انا لهنا مانيش قادر نسوق المنتوج تاعي، كيفاش راح كيما قلت انت نسلك انا مثل الهضره لادوان باش نصدروا للخارج، يعني هذيك حاجه كبيره ولازم نطلب لنا وقت. حنا اللي يخدم هذه الخدمه هذه لازم يكون في الورشه نتاعو، ما يكونش بالمحفظه تاعو ويروح يجري بين الادارات. مشاكل بالجملة يواجهها الحرفيون في عملية الإنتاج وصولا إلى العراقيل الإدارية البنكية والجمركية المعرقلة لعملية تصدير منتجاتهم، والتي قد تستغرق مدة لا تقل عن 3 أشهر، هي عوامل تجعل المتعاملين والزبائن الأجانب يعزفون عن استيراد المنتوج الجزائري والتوجه إلى دول الجوار، أين تستغرق عملية تصدير منتجاتهم من الصناعات التقليدية مدة 48 ساعة لا أكثر.